اهلا صامبيلا ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ انا وجدت شعري قديتو جا زوين. اليوم معروضين عند متابعه شافت غير اللوكيشن ديالي في الستوري واصرت اصرت اصرت انني نجي عندها وانا نتلاقاو. عرضت عليا اليوم وانا صراحه فكرت نمشي ما نمشيش وفي الاخير تشجعت. باقي ليا غير نهار، غدا غادي نمشي، غدا راجعه لداري. سو اليوم الحد، غدا اثنين الطياره ديالي، فقلت غادي نمشي غدا انا وخديجه والدراري. دابا هادي الخمسه قال القسمين، ترى غير قريبه ربع ساعه. سبحان الله العظيم، ما كنتش كنتخيل ولا في الاحلام انا غيجي واحد النهار وغادي يكون الناس كيعرفوني في بلاصه بعيده، في بلاد بعيده، في ولايه بعيده. جدي ما زعلان. المهم بقيت كنقول واش نمشي ولا لا ولا لا، وقلت صافي يلا غادي نمشي نتعرف عليها. لانها غزاله 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 غزاله، ومن الناس اللي راه كتواصل معايا في الخاص، غير ما عارفه الصراحه اش من ولايه ولا اش من بلاد. وقالت لي اجي نبيله وانا راني تنحمق عليك ومتابعه عليك وفرحانه، ما يمكنش تكوني انت قريبه. قالت لي راه بيني وبينك راه غير في نفس الدرب. فقلت غادي نمشي نتعرف عليها، غادي نصور لكم لاني نشوفها. راجلها اردني، فالمهم انا اصلا عجبتني فاش دخلت في البروفيل ديالها داكشي، فقلت غادي نمشي نشوفها. كما شوف في الفيديو ديال اليوم، النهار كان شوفوا الشتيوه الجو زوين. كنتسنى خديجه تلبس، باقا معطله شويه. المهم اليوم كان نهار فعلا عطي داك الطعم ديال الاحد، الكسل، فقنا معطلين، درنا فطور فعلا ديال نهار الجمعه ديال سوريا. والحد ديالنا درنا الفول السوري، درنا حطينا المسمن، حطينا داكشي حتى يفطرنا على خاطرنا. نضنا صايبنا كيما تسمعوا الرعد، نضنا صايبنا داكشي ديال الخوامي وداكشي، عومت الدراري، فركتهم، مشط ليهم وداكشي، عاموا في لابيسين. ودابا غاديين يعني دابا العصر هذا الخمسة دابا الوقيته هنا راه ماشي بحال هي عارضه عليا الغدا، يعني غدا وعشا، قلت لها ما بين الربعة والخمسة حيت فطرنا معطلين وما بغيناش شي نتعطلوا. يا سلام، منسى اردني من الاخر، هذا الجميل الاردني. جيت عند ملاك كما قلت لكم في بدايه الفيديو، متابعه غزاله وانا تشرفت بها بزاف وفرحانه وما ندمتش قد هكا انني تعرفت على اخت غزاله. رحبت بيا بالفرحه بالقلب الزوين. كنشكرك بزاف ملاك حبيبه، كنشكرك وكنشكر حتى صديقاتها الفلسطينيه الاردنيه ما قصروا. طبعا ما قصروا غزالة دارت لنا واحد المنسف اللي صورته لكم، رائع 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 رائع. تبارك الله عليك، سكنة قريبة، غادي نبقى نجي عندكم صافي. دابا ولات اختك ملكة حبيبة، الله يكبر بيك، تبارك الله على راجلك وعلى وليداتك وعلى صديقاتك كلهم غزالات، الله يخليك. خديجة سرحنا رجلينا يلا مشينا. يلا انت مازلتي علاش صاحبتي ما طلعناش لك في الراس؟ لا لا بلاتي، مالك غزالة والله. الله يخليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، الله يخلي لك وليداتك، الله يخلي لك وليداتكم ولا دارك حبيبه ديالي، الله يخطيك. والله الا فوجنا هاد العشيه ما كانت لا في الحسبان ولا في البال، والله ياك خديجه.
مالك حبيبه، شكرا بزاف، شرفت بمعرفه ديالك، الله يخلف عليك والله يخلي لك وليداتك ويخلي لك راجلك، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديالنا، نتلاقاو في ساعة الخير. قولي شي كلمه للمتابعين ديالي. ديروا لايك. خليو كلمه زوينه خليو كلمه زوينه الملاك، لانه غزاله واحد البنت صراحه فنه. الله يخطيك، ظريفه غزاله، متورعه ولادها غزالين، حبيبه ديالي، حبيبه ديالي، الله يخطيك، الله يصلح لك وليداتك. شوف بنيتها راه باقي يلاه عندها وليد، عنده تبارك الله 8 شهور ياك، باقا نفيسه. كاين شي في ميريكان. كنبوسك بزاف، تصبحي على خير حبيبه ديالي، كنشكرك. يلا خديجه مشينا، ليتس جو، يلا طلعي. يلا خديجه، يلا باي. كوكوات، المهم انا دابا في داري، رجعت لداري، هذاك الشيء كله اللي شفتوه، ولي 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 على شوها، هذاك الشيء كله اللي شفتوه في بدايه الفيديو كان في ولايه فلوريدا، ولكن توحشتكم وتوحشت الجلسه معكم، فقلت غناخذ هاد لابارتي الاخر ديال الفيديو ونهضر معكم. المهم كي دايرين، صافا لاباس عليكم، توحشتكم بزاف 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 بزاف. غازو قولوا لي نبيله، طلع لينا، طلعت لينا فرود، طلعت لينا فلوريدا في الطنط والطراس، واش باقا ما رجعتيش؟ بعض الناس كيسحبوني راني باقا في فلوريدا، شي ناس كيقولوا لي واش رجعتي، يعني واش رجعتي لدارك وعاودتي رجعتي. نو 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 نو، هادو كلهم دي فيديو اللي تصوروا فلوريدا، ولكن صورت بزاف، فعلا صورت بزاف، لانه كانوا احداث كثيره، خرجنا بزاف الخرجات، درنا بزاف الاكلات، درنا بزاف ديال الحوايج، فكانوا فيديوهات كثيره. يعني حتى ملي كنت كندير المونتاج كنلقى راسي جوج الفيديوهات لابسه نفس التيشيرت، ولا لابسه نفس الكسوه، ولا لابسه نفس اللعيبه اللي فوق باش نقص شويه الضو. ها هكا احسن. فملي بديت كنمونطي الفيديوهات كنقول ويلي هاد الفيديو لابسه بحال هاد الفيديو نفس التيشيرت، فما كنتش كنتابع حيت كنصور بحال دابا. اوكي انا لابسه تيشيرت واحد يعني مثلا غتلبسي واحد في النهار، فمصوره به مثلا لابارتي ديال الفطور، ودايره به مثلا شي لعيبه في العشيه او لا جالسه تضربي. فلقيت بزاف ديال الفيديوهات اللي لابسه فيهم نفس اللعيبه اللي الفوق. المهم تراسي بتا قلت صافيهم نتوما غادي تفهموني. المهم درنا بزاف ديال الحوايج، حتي صورت 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 صورت، بردت الغضيض في التصوير. فداك الشيء علاش راني عندي فيديوهات كثير، ما بغيت نضيع عليكم والو، فراه كل نهار كنحط لكم داك الشيء القديم، فهمتوا؟ قالك حيد القديم فين يجي جديد. فهادشي دابا اللي دايره، وراه دابا من نهار جيت لدابا تخيلوا معايا شهر، لا ماشي شهر، ثلاثه سيمانات ديال كل نهار كنصور لكم فيديو. المهم راني خدامه على هاد الامور، زدتو على الخدمه زيداني، ورجعت للخدمه ولقيت تماره كثيره، شقيت داري كلها. عرفتي ملي كتغبري على الدار كتجي كتلقاي واخا راجلي منظم وما كيرونش الصراحه، وكيش يمكن كينظم اكثر مني، ولكن مع ذلك كان خصني المهم الغبره وداك الشيء. المهم جبت الصالون، جبت بيت النعاس، النوامس ديال الدراري جريتهم، الجرده من هنا ومن هنا، داك الشيء لقيت. المهم لقيت الكوزينه، المهم كان عندي بزاف ديال الروينه، زائد الكوليكسيون اللي كنتسناها من المغرب، جيت انا وياها نيشان، ما بين تحلي، ما بين تعلقي، ما بين تحدي، ما بين مهم. خليوني في ملاك اللي هي البطلة ديال هاد الفيديو، اللي خاصني نقول واحد الكلمة في حقها وفي حق داكشي اللي دارته في الجزء الأخير من الفيديو. المهم ملاك من المتابعين عندي كنتواصلوا غير في الخاص، يعني عمري ما شتها ما والو من الفانز وداكشي، كتعلق لي على ستوري، كتواصل معايا. شفت في أحد لي ستوري ديالي اللوكيشن دي ما بديوش على ديك الروينه اللي لور، شفت في احد لي ستوري ديالي اللوكيشن ديال مدينه سيمينو اللي هي بحال تقولي زعما الدريبه ديالها، فما تيقاتش قالت لي نبيل واش جيتي في سيمينو،
ما يمكنش لا خاص ضروري نشوفك. المهم انسيستيت ما غاديش تخيلوا حيت انا صراحه ما كنعرفهاش وداكشي فما كنتش كنتخيل غنمشي عندها نبيلا عفاك وغيجي وهذا وبغيت نعرض عليك وغير حاولي. قلت لها ما بقاش ليا الوقت راني غدا مسافره داكشي وجي وعافاك وبغيت نشوف الوليدات وانا راه كنموت عليك وهادي وهادي. فقلت ليها حتى تخيلي حسيت براسي هاد البنت هادي سامبيلا من سامبيلا تاع شنو كيطلع بيه مداخلات وكنحس براسي كنعرفهم هكاك. قلت لها صافي قلت لها جايه قالت لي قولي والله غنجي. قلت لها والله غنجي. قالت لي مسكينه شنو بغيتي ندير لك. قلت لي انا راجلي اردني وهادي وهذا واش ندير لك منسى في اردني. قلت لها شوفي غديري اتاي غنجي نجلس معك سويعه وغنمشي. مهم في الاخر داكشي قالت لي صافي غيجي. المهم قلت لها غنجي ما بين ديك الربعه الخمسه نجلسوا معك واحد سويعه ولا سويعه ونص ونمشيو. مشيت انا وخديجه نيت وانا صراحه يعني قلت الدراري الصغار خصوصا ما عرفت عندها وليدات كنت غادي ندي الدراري حتى هما يلعبوا بما انه ولاد خديجه راهم كبار ماشي في لاج ولادي هي ولاده شويه باقي ولاده قد ولادي. كنا غنمشيو تشوفوا الدراري الصغار الفيلم كامل. دابا باش غنعاود لكم هادشي هي على فاش دخلت اول حاجه بعدا ملي قربت نوصل لقيتها برا هي وجوج ديال صحافات اردنيات. درت كنعاود لكم في مود ديال الضحك. دابا هي شنو قالت ليهم؟ قالت ليهم عارضه على واحد البنت مغربيه مشهوره يوتيوبر عندنا في المغرب ومشهوره بزاف وانا من الفان ديالها وهادي. مهم كبرت لهم داكشي وهما هما بكثر ما داكشي اللي عاودت لهم عليا ولو كيتخيلوني فنانه ولا ممثله ولا مغنيه ولا درجه انهم كلهم صحاباتها بغاو يجيو وجابوا رجالتهم ولادهم ولات بحال حفله وجاو لابسين. وانا تعطلت لانه كانت الشتا وشدتنا العاصفه وداكشي. المهم تعطلت تقريبا واحد الساعه على روب ملي مشيت وهي تشدني ف ملي وصلت عندها وتقولت قالت لي نبيله نبيله جي نقول لك قلت لها شنو. دابا باغي نعاود لكم في الضحكه حيت كان خصكم تكونوا معايا وتكون الكاميرا الفوق وتشد لكم الفيلم لانني انا تنشرت في الارض بالضحك بالطريقه اللي عاودت لي. قالت لي انا بكثر ما كنقول لهم راه يوتيوبر وكنموت عليهم مشهوره وهادي وهادي وفي اليوتيوب وعندها في انستغرام. قالت لي المهم قالت لي كلهم بغاو يجيو. قالت لي ما غادي نعرض عليها المنصب قالوا لها كنا جايين. المهم قالت لي وهي ملي دخلت عند الدار وهي تجرني قالت لي تخيلي قالت لي كل شويه كتجي عندي وحده كتقول لي الفنانه وصلت ولا لسه الفنانه وصلت ولا برجعتهم بعيب ولادهم بعيب كلشي كيتسنى الفنانه توصل. ناري نشراتني بالطبع جاني رجل كيسلم وانا داخله زعما بحال راني داخله عيفة واحد المنظر يعني ما عرفتش تخيلت راسي إلهام شاهين ولا يسرى ولا واحد المنظر. قالت لي كلش قالت لي تخلق لي مشكل. قالت لي كل شويه جايه كل شويه جايه وشادين التليفونات باغيين يتصلوا مع العلم انهم ما كيعرفوني ما متابعيني ما والو. فغير ديك اللعبه ديال زعما راه جايه فنانه مغربيه وداك الشيء. قالت كل شويه كيقولها الفنانه وصلت الفنانه وكتقول لهم باق حتى هي ما بغاتش تبرد ما قالتش لهم زعما ملي شافتهم هكا خلاتهم. ايوا دخلت بكي يسلموا عليا ويبوسوني ويعنقوني وواحد الفشوش وكيفاش وهذا شنو كديري ورينا كيف. المهم واحد الاهتمام حسيت به زوين وهي ما قصراتش وراجلها ما قصرش وغزاله كنتمنى لها الحب السعادة والهنا ويصلح ليها وليداتها لأنها مثال المرأة المغربية المحترمة الغزالة بي الله يفرحها. شوفوا الحاجة تكون غير بسيطة إنسان القلب إلا كان زوين كتحسي براسك ملكة وتقدري تمشي عند الناس اللي يستقبلوك ما عاد كيفاش ويديروا لك ما عاد شنو يكونوا ساكنين ما عاد فين وما تحسيش بداك الشيء اللي خارج من القلب. فهمتي واش بغيت نقول لكم؟ صافي دوزنا ديك العشيه كلينا المنسف الاردني تبادلنا التليفونات انا وصديقات الاردنيات وعرفتهم حتى على البوتيك ديالي وعلى انني كنبيع البلدي وداكشي ديالنا. كانوا فرحانين وعجبهم داكشي وداروا يعني دخلوا عندي باش يديروا لي كوموند. تخيلوا بعد هادشي كامل اللي دارته في الاخير كنتفاجئ بواحد الكميه ديال الهدايا اللي عطاتهم ليا مجموعه كبيره ديال الميكاب من افخم انواع الميكاب والماركات العالميه
كنشكرك ملك حبيبه ديالي، الله يكبر بك، يا راه غادي تشوف هذا الفيديو وزيد داكشي اللي عطات للدراري، وزيد داك الاهتمام كثير 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 كثير. داكشي علاش قلت ضروري خاصني ندير هاد الفقره ليها. وطبعا خديجه راه هي اللي ما قصرتش اكثر واكثر واكثر، زي كنشكرها من هذا الفيديو. علاش درت هذا الشيء كامل؟ بغيت نقول لكم ان حب الناس في الارض الواقع هو المقياس، هو كل شيء، هو اللي انا لمستو. انا باش ندخل لواحد المطعم فلوريدا في اورلاندو، خصوصا اورلاندو اللي فيها مغاربه بزاف، ونتلاقى مع ثلاثه ديال المتابعات اللي انا ما كنعرفهمش حتى، كيجيو من ورا ظهري وكيسلموا عليا وكيعنقوني وكيبوسوني بواحد الحب. كنلقى راجل مثلا كيعرفني كيقول لي انت صامبيلا، جيت وصلت للقسم الا كيجوني تليفونات من يعني كيجوني في الانستغرام، خساره ما شفتكش في داك المطعم راه كيمشي لي، ولا خساره ما شفتكش ديك البلاصه راه كيمشي لي، راه قالوا لي راه جيتي. هذا هو القسم البنات الى الفضل وراس المال وكل شيء، حب الناس في ارض الواقع. ملي كتشوفيهم فاس، ملي كتشوفي الحب في عينيهم، وحتى في الخاص ملي كيهضروا معايا الناس لي زوديو، اللي كيصيفطوا لماما لي زوديو، كيصيفطوا لخويا تيتي. هذا اللي مخليني انا معاكم، ومخليني كنحس بواحد الدعم، واحد ما عرفتش كيفاش غنوصف لكم. اللي بغيت نقول من هادشي كامل، الحب على ارض الواقع راه ما عندوش علاقه. راه ملي كنشوف بعض التعاليق سلبيه، ولا بعض لي ديسلايك، ولا بعض الكلام اللي ما كتفهميش داك المصدر ديالو شكون هو، ما بقاش كيزعزع فيا الجرام، لاني شفت الحب في ولايه فلوريدا اللي ما كنتش كنتخيل ولا كنت كنحلم به ابدا. وباقي ان شاء الله بنت امريكا غنجيكم ولايه ولايه، وغنزوركم ولايه ولايه ان شاء الله. فكنشكركم من قلبي الخالص، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، خليوا لي التعليق ديالكم زوينه بحال قلبكم. بنات امريكان اقترحوا عليا الوجهه النكست وجهه نكست ديستنيشن، فين بغيتوا نجي، اش من ولايه. نشوف اغلبيه ديال التعاليق وان شاء الله نخطط ليها ونجي ندير لكم شي زياره، واخا غير يعني غير ايام قليله جدا. كنحماق عليكم كلكم، اللي في المغرب، اللي في كندا، اللي في امريكا، اللي في الخليج، اللي في البرتقيز، في كوريا، كلكم كنحماق عليكم. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، بوسه كبيره، ونتلاقاو في فيديو قادم. نقول لكم واحد القضيه، رجعنا من ديك القتله ديال المنسف الاردني اللي كيسطح، ومشينا للدار، وتخيلوا اشنو دارت خديجه. الصدمه غتكون حتى الفيديو القادم، وغادي تشوفوا الليله الاخيره عندها وفي الولايه كلها اشنو المفاجاه اللي دارت واشنو الحاجه اللي دارت. خليكم ان شاء الله في امان الله، نتلاقاو في